نجح اليوم تقودنا إلى إذاعة البهجة، حصة فن العيش، ركن عيشها صح. ضيفة رحلة النجاح اليوم نهلت من ينبوع التحدي والإصرار قوتها لتزرع كل الثقة والأمل في نفوس الآخرين، وخاصة السيدات، ومرافقتهن لاستعادة ثقتهن بأنفسهن. هي الكوتش لايف، أو مدربة تنمية بشرية ومرافقة حياة، السيدة أنيسة بالكوش. هذا أنيسة بالكوش اللي طلقت عليها أنا اسم اللايف كوتش، يعني هذا أول مصطلح أو أول لقب طلقت عليها في البرنامج، أول لقب في الجزائر، ما كاش يعني ألقاب من يعني ألقاب تصف العمل اللي قدموه ذلك الشخص. هذا جاء من بحكم أني أنه تخلطنا بزاف أنا وياها. متحصلة على ليسانس إعلام آلي تسيير، ولظروف ابنها الخاصة قامت بتكوين أكاديمي في البرمجة اللغوية العصبية، وتحصلت على شهادة الماستر. بحكم أن المرأة هي عمود المجتمع، كانت تركز على عمل المرأة، ولكن مش حاجة كبيرة، ولا يعني بأبسط المهارات، أبسط تقنيات، أبسط الأمور اللي كانت أصلا معروفة في المجتمع تاعنا، وشنو هي حطتها في جانب علمي، إطار علمي اللي تقدر أي وحدة ماكتة في البيت أو وحدة متعلمة يفهموا في نفس الوقت بنفس الدرجة ويعملوا بالتقنيات اللي تمدها. مشوار العطاء لدى أنيسة لم يتوقف عند هذا الحد، بل انتقلت إلى الكوتشينج، تخصص تحفيز وتوازن المرأة، وتعد من الأوائل في تخصص مرافقة الأزواج في علاقاتهم الأسرية. عطاء اللامتناهي، يعني ليس فقط في مجال التدريب أو الاختصاص الذي تقوم به، بل حتى في الحياة العملية والمهنية خارجة حتى عن إطار يعني الاختصاص الذي تقوم به. يعني كل من يطرق باب أنيسة بالكوش يعني سيجدها حاضرة، يعني وكأنك وإذا ما طلبتها وجدتها سمحا بذاك مبينة، يعني بمجرد ما تدق الباب، سواء استشارات، سواء تعاون، سواء تكفل، سواء يعني أي خدمات يعني تقدم خدمة للمجتمع، ستكون هي دائما في الصفوف الأولى، تمثل الشخصية الجزائرية التي يعني تحب العطاء وتقديم، يعني وتسعى جاهدة أن ترى من حولها يعني سعيدا وتخدمه بما استطاعت وما أوتيت منه. التحقت بإذاعة البهجة سنة 2014، واختصت في تقديم أركان خاصة بتوازن المرأة وتعايشها في المجتمع. أن السيدة هذه معطاءة ماشي فقط في البرنامج عندي أنا، حتى مع الناس، حتى مع الناس اللي يجوا لهنا اللي يحوسوا على الخدمات تاعها، يعني إنسانة خدومة. ماذا أضافت إلى البرنامج؟ أنها كانت تعمل بشكل مستمر بنفس الوتيرة، لا تتوقف على العطاء. امرأة مفعمة بطموح التميز وإثبات الذات، حيث قامت بفتح نادي التميز الأنثوي لتدريب النساء على استعادة الثقة بالنفس وكيفية تسيير حياتهن. والله أتمنى لها كل التوفيق، يعني هي خاضت تجربة كبيرة يعني عبر عديد من الدول الأوروبية وكذلك الشرق الأوسط، يعني أتمنى لها أن تكون يعني دائما في الريادة. يعني لما أقول أنيسة بالكوش تقول العطاء اللامتناهي رغم كل الظروف والصعاب التي تحتوي على هذه المشاعر السبعة، وكأنها الأفعى هذه عندها. صاحبة القلب الطيب والكبير، كالنهر المعطاء الذي يبقى دائما يتدفق عطفا وقوة لكل من يلجأ إليه. باختصار، هي السيدة أنيسة بالكوش.
تحية لكل زملائي وزميلاتي بالإذاعة الوطنية. إذاعة البهجة نقول لكم نهاركم زين أو مبروك. إذا نقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامج بيتي سعادتي لكل من التحق بنا الآن. نقول لكم صباحة جميلة ومباركة إن شاء الله. من خلالها نبدأ إن شاء الله الأسبوع يكون شباب في كل الجدية، خصوصا أنه أبنائنا راهم في مرحلة الامتحانات. نقول لكم ما تأثروش عليهم بزاف، ما تستريسيوهمش بزاف، روحوا معهم غير بالعقل بالعقل حتى يسترجعوا الثقة في نفسهم. إذا على هذا راح نستقبلوا السيدة أنيسة بالكوش، هي أم لأربعة أطفال ما شاء الله، الكبير عنده 30 سنة والصغير عندها 9 سنين. إذا سيدة أنيسة بالكوش صباح الخير، نهارك زين. صباح النور، صباح الجميع، مرحبا بكم. الله يخليك، مرحبا عندي بيا عندكم. الله يخليك، شكرا على الاستضافة. الله يخليك، احنا في العادة نسمعوا لك كي نكونوا نسوقوا في سياراتنا ولا في البيوت نتاوعنا نعملوا، نسمعوا لك لأنك تقدمي لنا أحلى نصائح ترفقينا بها حياتنا يعني. صحيح هكذا بالفعل، يعني الحمد لله لمدة يعني 7 سنوات وأنا يعني مع أختي والصحفية سناء نجام عبر نحييها عبر هذا البرنامج بيتي سعادتي في حصة فن العيش، والركن ديالي كان عيشها صح. نعم، فمن خلال عيشها صح كنت نقدم دائما للجميع يعني، وانا متخصصه في توازن المراه. فبالتالي اعتنيت كثيرا بالمراه، فكيف تكون في بيتها، كيف تكون مع ابنائها، كيف تكون مع زوجها، كيف تكون مع ذاتها. كيفاش اكتسبتي كل هذه المفاتيح استاذه؟ عن تجربه ولا عن دراسه ولا عن بحث عميق؟ هذا شوفي، في البدايه كان احتياج. ما كان حتى واحد في الدنيا هذه ما يروحش لحاجه اذا ما كانش فيه احتياج لحاجه من الاختراع. فوالا دونك جافي ان بوزوان باش نرافق نفسي، باش نرافق نفسي في خضم التربيه تاع الاطفال. الله يبارك، ام لاربعه اطفال وعامله وكملتي دراستك، كان مش سهل استاذه. بارك الله فيك. فبالتالي في الحياه نتلاقاو مع صعاب، نبحث عن الحل، فلما لا نجد الحل متواجد يعني في ايدينا احنا اللي نحوسوا عليه. فبالتالي لما جئت باش نتعلم يعني ادوات اللي تخليني يعني نقدر نقوم بذاتي، بولادي، بعائلتي، بأسرتي، بتربية المراهقين، بتربية الأطفال. فجاءت أني أنا اللي لازم نروح نحوس على هذا. رحت للمقولة المشهورة الجزائرية أنه نغذي نفسي بنفسي. بنفسي، بارك الله في تغذية الاحتياج هذاك. طلب مني مشوار طويل في التكوينات، في التنقلات، يعني سافرت حتى خارج الجزائر لاكتساب المهارات والأدوات. ومن هذاك المنبر لما خرجت أنا حاجة الهيلة دون توسا، كي خرجت أنا من كيما نقولوا المعيقات اللي تلاقيت بهم، قلت لي ما لا أشارك. يعطيك صحة، قدمتي مفاتيحك لسيدات أخرى. لسيدات أخريات. وفي 2015 قلت نأسس نادي للنساء التميز الأنثوي اللي تخرجوا منه طبيبات، تخرجوا منه محاميات، قاضيات، ما شاء الله، ربات بيوت، مربيات للاجيال. هذوك هما يعني اللي اهتميت فيهم بزاف، لانه لما المراه تكون في فوضى حياتها اليوميه تنسى روحها. فتمد وتنسى ذاتها، ثم تنخفض الطاقه فتقول ما نقدرش وتفشل تقول ما نقدرش، تولي ما تشوفش الحلول. دونك لا غي با فوار لي سوليسيون. طيب واش قدمتي لهم في هذا اللي راك تقولي لنا عليه، نادي التميز الانثوي؟ يلا شكون اللي تلجا ليك واش تقدمي لها هناك باش نبسطوا للمشاهد الكريم؟ جيد، انا تخصصت في مرافقه الافراد والتحفيز وتوازن المراه. فلما تجيني امراه ولا اسره مع زوجها مع اطفالها، يجيو هكذا عائله، ما يجيوش بصح يشوفوا التغيير في الام ولا في الزوجه، يحبوا فضول، بانت النتيجه يعني. صح، لانه الانسان ما يقدرش يغير الاخر، حتى هو يتغير هو، ثم هذوك لي فيبراسيون ولو شونجمون تاع الحوار وطريقه السلوك والتعامل والتفكير هذاك اللي يخلي الاخر ينتبه. هذه ما كانش هكذا، كيفاش ولا تبدلت. ففي الاول يجوا يحضروا باسكو نمد دورات، نمد ديزاتولي، ونمد حاجات هكذا مجانيه، فبالتالي ندير دعوه عامه. فبالتالي يجوا يقعدوا في اخر الصفوف، يقعدوا ينتبهوا يشوفوا واش كاين، ثم في اخر الورشه ولا في اخر الدوره يجوا يسقسوا بحياء، يعني لانه الانسان حنا خجول لانه لا يعترف انه يحتاج. صح، لانه عنده هنا معتقد انه هو لا يحتاج الى هذا الخزعبلات. صح، ولو انها تحفيزات مهمه جدا. بارك الله فيك، يسلمك. دونك هذا واش انا واش درت، خليتها، لانه شوفي الثقه بالنفس هو الاداء، والتقدير الذات هو رايي على نفسي.
فرأيي على نفسي هو اللي يعكسها الآخرين عليا. بمعنى؟ بمعنى يعني وش اللي نقول على روحي، وش اللي نتكلم مع روحي، هذاك اللي يخلي الناس يعرفوا شكون أنا. صحيح. صح. احيانا نشوفوا نشوفوا شخص عنده ثقه في نفسه يقول لك انا نعمل انا، حتى انت تصدقي الصوره اللي مدها لك هو. بارك الله فيك. يعني واحيانا تكون مخالفه ماشي هذيك هي الصوره، لكن هو صنع احلى صوره وقدمها لك وانت اقتنعت بها. فهمتوا؟ نعم. هذا هو. خبيه. نعم. صافي احنا واش نخدموا؟ باسكو احنا كاع يتيك عندنا انا اجتماعيه وانا باطنيه. بمعنى؟ بمعنى الان الاجتماعيه هذا المظهر هذا انا زعما دوك انا جو في با كوميتر حاجه دوك رانا كاع سور نو غارد انا كاع رانا على المباشر رانا على المباشر ردوا بالنا هذه انا الاجتماعيه هذه انا اونلاين نقدر مع زملائي عندي انا اجتماعيه اخرى تبقى لكن كي نقعد وحدي ولا نقعد مع الناس عندي انا باطنيه عصبيه ديك تبان احيانا مع الاولاد مع الاطفال خوتك خياتك مع ذاتي مع جو سوي ريلاكسي ويقول لك انا عدوي هكذا راني سبونتاني يعني سبونتاني في هذاك في هذاك التغير كاين معتقدات تتلصق هنا اللي هي اللي هي المعتقدات المعيقه باللي انايا باغ اكزومبل جو بو با كوميتر ديغور جو دوا فير سا جو دوا فير سا نبني لروحي دي كرويونس لي يديروا لي بلوكاج اعتقادات معتقدات يديروا لي بلوكاج فتنقص ثقتي بنفسي في عاد باش نمد انا 100% في واش راني نخدم تولي عندي 60% 40% دونك القدوات تاعي والطاقه تاعي ما نطلعهاش فهنا يجي الدور ديالنا يعطيك صح وهذا الدور سامحيني راكي تشاركي فيه اولادك اكيد اكيد عاونتيهم حسيتي ان واحد منهم محتاج الى هذا الامور وغرستيهم فيه اكيد اكيد ما كانش واحد انا محتاجه انا ونسحق واحد يرافقني يعني صحة. وانا نخدم مع الناس جي اون امي اللي نعيط لها نهضر معاها لازم يكون عندها الثقافه ولو انه انت اللي تقدم لنا المفاتيح نحتاج كلنا المرافقه غوزمو احنا مسلمين عندنا المرافقه سبيريتوال روحانيه من مؤمنين اللي تخلينا التوازن تاعنا ما يحبش تحت 40% صح استاذه كمعتقد يعني تاعنا كميول تاعنا كدين تاعنا اللي يهضر على الروحانيه هذيك اللي تكون عاليه صح لكن نحتاج دائما اي واحد مهما كانت الدرجه تاعه ولا المنصب تاعه يحتاج الى مرافق طيب قلتي لي رافقت قضاة رافقت اطباء رافقت دكاتره وقتاش الحاله اللي تخليني نجي ليك استاذه بكوش انيسه باش ترافقيني فيها وقتاش نهار تعودي تحكولي واش شكون انا واش راني ندير وعلاش راني هنا شكون هادو اللي راهم معايا بوركو هادو ما راهم يتعاملوا معايا هكا نهار نبدا نزعزع في المحيط ديالي الانعكاس تاع العلاقات تاعي ما يكونش سوي يولي عندي دي دوت عندي شكوك في ادائي يولي عندي شكوك بلي ما نقدرش ندير هنا تكون ثقتي نقصت في نفسي تكون ثقتي نقصت وكي تكون ثقتي نقصت ينقص ادائي وكي ينقص ادائي ينقص تقديري وهو الحاجه اللي تضرب يعني كيما نقول لهم مقبل كان يتكلم الاخ الدكتور على الفيتامينات فيتاميناتي لازم نحافظوا عليها هي تقدير الذات والثقه بالنفس هذو يفو توجو انجكتي 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 كيفاش على حساب الصوره الذهنيه اللي ناخذها على نفسي وكي نعيا ما نعرفش نلجأ الى موجه ليوجهني ويعطيني احنا واش نديرو انا كي تجي عندي نقولك شكون انت اي شكون انت واش حبيتي وعلاش حبيتي هذا الشيء كيفاش راكي حابه تلحقي ليه طيب استاذه انيسه قولي لي اهم الحالات اللي قعدت لك راسخه حاله من الحالات اللي اثرت فيك والحمد لله سلكتي هذه الحاله والله غير على بالك سلكت بزاف يلا يعني اكيد عندنا حالات من الحالات الحاجه الهايله هو كي تجيني مراه حابه يعني خلاص اون فينير بالكوبل ديالها وتتخلى القرار تتخذات القرار وتتخلى على يعني على مسؤوليتها ولا تتخلى على مسؤوليتها في طموحاتها نعم. يعني خلاص جو سيد انا اتمنى يكون العمل ديالي سورتو سورتي لاش عندها بلي عندها قدرات وعندها يعني كفاءات لي فقط انا نحي لهم الغبار باش تحفظ على الفواي تاعها على الفواي تاعها على طموحها انه حنا هم المراه هي الموتور تاع الاستمراريه اكيد محرك الاستمرارية. لا دكتور لا هنا هي المحرك بالتالي يعطيك الصحه الا ما التهيناش بها الا ما عطيناهاش هاد لي فيتامين الا ما خليناهاش دير ثقه في نفسها راح تمد لنا زوج فاشل واطفال فاشلين اسره فاشله ومجتمع ما عنده حتى هدف ما عنده حتى يعني رانا نعيشوها يعطيك الصحة طيب هذه الدراسات حصلتي على ماستر يعني ما شاء الله في اللغة البرمجة اللغوية العصبية ايضا كوتش لايف ايه ومن بعد رحتي الكوتش لايف يعني ولقيتي راحتك هناك لا لقيت راحتي تما لانه شوفي من الاول انا نحب لي ثيرابي نحب لي ثيرابي ونحب الاداء في مع الجماعة نحب نشوف النماذج نبحث في السلوك فبالتالي كي يجيني كي نكون مع الجماعة ونشوف السلوك في كل مرة
عندي يعني استنباط تاع حاله ندرس عليها. حاليا كانت عندي تجربه مع زوج نرجسي. نعم. البيان نارسيسيك المنحرف. ايه. فهي جاتني على اساس انها تحتاج هدف. هدف معين. نعم. لكن وانا نرافق معاها شتب لي راهي ضحيه زوج نرجسي. نرجسي اللي خلاها ولو انها ناجحه وعندها مشروع لكنها مسكينه دائما تعود الى ضعفها وتبكي وتقول لانه قدمها في رجعها. بارك الله فيك. يسلمك. وسلكتيها استاذه؟ الحمد لله. الحمد لله. اذا للاسف الوقت جا النهايه. تعطيني خلاصه في زوج كلمات ولا ثلاثه للمراه اللي راهي تشوفك على المباشر. والله المراه نقولها ضعفك انت اللي تمدي الضعف ديالك، انت اللي تمدي للناس باش يرجعوك ضعيفه، فاختاري ان تكوني قويه لانك فعلا بالفطره قويه. يعطيك الصحه استاذه ونوعدك انك راح تكوني ضيفتي في الاسابيع المقبله. سلامي للزوج لكل عائله وللاولاد. الله يخليك. الله يرحمك. سلام لكل العائله الكريمه. الله يخليك. الله يسلمك.